انا انت بتعرف تمثل يا حبيبي؟ قلت له بعرفه وبحبه. قال لي طب مثل كده. رحت ودي له حته مسرحيه انا ابويا عايش وجدتي وجارتي وانا كنت صغنون قوي ايام ما دخلت. حبوك بقى على طول. قال لي بنعمل فيلم اسمه شارع الحب للاستاذ عبد الحليم بيغني قولوله للشعب بتاعه او للحاره بتاعته وانت طفل صغير بترقص وفي مدام نجوى فؤاد بترقص. قلت له يا روسيه لا انا عايز امثل. قال لي تعبيره قال لي الرقصه اللي هترقصها الصغنطوطه دي هتخربش في دماغ الناس 50 سنه. وفعلا لحد دلوقتي مخربشه في دماغنا كلنا طبعا. اكتر فنانه مثلت معاها وحبيتها من دول هند رستم، زهره العلا، برلنتي عبد الحميد. برلنتي عبد الحميد مثلت معاها فيلمين بطوله طريقه لكفه وفيلم اسمه غرام في السرك. اسماعيل ياسين، برلنتي عبد الحميد، احمد فرحات، توفيق الدقن، الاربعه بس. الفيلم ده ما اتشافش كتير. وهند رستم مثلت معاها فيلم واحد بس بصراحه عملت معايا واجب كبير قوي. حاجه جميله جدا. ومين ثالثة؟ زهرة العلا. زهرة العلا مثلت معاها فيلم اسماعيل فيلم شرطة الإخفة وفيلم اسمه نهر الحب كانت طالعة أمي فيه مثلت معاها كتير يعني. طب لو اخترنا بقى أكتر فنانة؟ طبعا هند رستم. هند رستم عشان الموقف؟ عشان المواقف اللي عملته معايا حاجه جميله جدا. طب بس حضرتك ما قلتش ايه هو الموقف. اقول لك الموقف. ايه هو بقى الموقف؟ فطين عبد الوهاب المخرج بتاع اسماعيل ياسين اللي عمل له الحاجات الحلوه جاء جمال القيسي قال لك هعمل فيلم جميل كان بره بيتعالج فلقى ممثل عالمي عمر الشريف. عمر الشريف قال له تيجي نعمل فيلم خفيف وظريف كده جميل. قال له أجي يا سلام ما اتكلمش في الأجر. هو شخصية ظريفة يعني بيحب الناس وشخصية ظريفة جدا يعني جدا. يعني عمر الشريف برضه ما كانش بيتكلم في الأجر؟ ياه أكل إيه؟ ده راجل جميل جدا. الأجر ما كانش بيهمه. لا 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 والله. وهند رستم برضه ما اتكلمش في الأجر ما دول أبطال. كان معايا عادل هيكل كون كيبر الله يرحمه وأنا وكان معانا سعاد حسني وعمان ابراهيم حبيبي. فرحت اول دور اول مره جالي الاوردر على استوديو مصر لقيته عاملين مسرح كده. قال لي يا احمد هتطلع المسرح كنت شهرت بقى كانت 64 وانا عام 62 وساعه لقلبك وحاجات حلوه. قال لي يا احمد هتخش تقول سيداتي يعني سيد سادتي مع حفله اضواء مدينه يعني واحنا نتكلم على مقدمه هند رستم. قلت له يعني ايه؟ قلت له انا جاي عشان سيداتي ما ينفعش. بتفق مع المخرج. أيوة. لا لو قال لي لا اعمل ده هعمل ده بس انا بحاول نجدد ونعمل حاجه حلوه. قال لي انا هتعمل ايه؟ قلت له طب اقدم نمره. قال لي هتعمل ايه؟ قلت له هقول نكته. قال لي سمعها لي. سمعتها له عشان رقابيا يعني. قال لي الله جميله قوي قولها. فشوفي بقى جمال. فاكر النكته؟ طبعا فاكرها طبعا. إيه؟ نكتتي. انا اقولها بعد ما اتكلم. طيب. ولا دلوقتي؟ حاضر. لو دلوقتي انا جاهز. ماشي خلاص يبقى بعد ما دام هند رستم بجمالها الاخاذ وتمثيلها ورؤيتها الجميله قالت طب ما نقدمه مش انا جايه اقدم النجوم ده نجم قدمه بطريقه فيها تباين فيها اختلاف يعني قدم لكم قالت هي كده قدم لكم نمره انما نمره الاستاذ الكبير احمد فرحات كانت لابسه التنيير بجيبتين وانا بينهم ورحت ضربت على دماغي بصيت لها فرحت قايل النكته اقول النكته واحد من دايما حماته جدا وارفاه في عمره وفي حياته ماشي في الشارع كده لقى واحد صاحبه قال له ازيك يا محمد قال له ازيك يا محمد عملت ايه مع حماتك؟ قال له اهي عرفاني ربنا يهديها قال له اسكت انا كنت النهارده في امتحان صعب قوي قال له ايه يعني الامتحان؟ قال لي سألوني ما هو القضاء والقدر؟ قال له قضاء والقدر؟ قضاء والقدر لو حماتي ماشية على الكوبري راح مفتوح بالكوبري راحت ورقة غرقانة والله ده القضاء والقدر قالوا صح ده فعلا قضاء والقدر طب وهي النصيبة ما هو النصيبة؟ ما هي النصيبة؟ قالوا نصيبة النصيبة نصيبة لو طلعت النصيبة دي نكتتي الجميلة فما دام الدروس راحت عاملة لي طريق تباين طلعت في منتهى الجمال
والناس كلها حبوني وسقفوني ومبسوطين مني جدا. جاء اليوم الثاني اللي هقابل فيه عمر الشريف، بابا مين يا ولد بابا انت حبيبي. كلنا قاعدين في الصالون وانا اخر واحد، لقيت الاستاذ عمر الشريف نازل من فوق، جاء واحد من عمال الكهرباء بيسلم عليه، ازيك يا استاذ عمر؟ كان عمل له الفيلم بتاع غريب في بيتي. قال له ازيك يا محمد؟ ازي صحتك؟ والله زي ما بقول لك انسان متواضع جدا. وزي ابنك احمد؟ كلكم كويسين؟ طيب يا حبيبي. وجه بيسلم على الناس كلها وانا اخر واحد. رحت انا ناطط من مكاني، جريت ونطيت حضنته وطلعت فيه وبصت. قال لي احمد حبيبي انا عارفك، انت جميل جدا، انا بحبك قوي. قال لي انت عسل، انت جميل. فوقفت. ففاطين ابو هاب المخرج قال لي استاذ عمر الشريف يقف كده وانت تقف جنبه. هبص لك كده، بابا مين يا ولد؟ قال له بابا انت. قلت له استاذ فاطين احنا مش بنضحك عليه؟ وبنعرف الصاله ان احنا بنضحك عليه. قال لي اه. قلت له طب وانا اجري له انط له النطه دي اللي انا شفتني بابا وصل دلوقتي ونطيت عليه؟ يقول لي بابا مين يا ولد؟ اقول له بابا انت حبيبي، لان احنا بنتدلع عليه وبنضحك عليه. يا كنت بتدي رايك دايما. نعم. في المشهد اللي هتعمله لازم نحاول مع المخرج لو وافق، والله كان بيها ما وافقش كان بيها برضه. بتعمله بروحك؟ نحاول. انا ما اعملش حاجه غير ما نكون متفقين مع المخرج. بنحاول نبدع يعني على قد ما نقدر يعني. لقيت اسمي وهبه، وكان انسان قوي كده، كان ملاكم وكده ومصارع، راح شيلني كده زي بتاع حضني. قال لي انت جميل ونجم جميل وطول اليوم على حسابي، كلت شربت كل حاجه كانت على حساب يوسف وهبه ببلاش. سعد او عبد الرحيم يعني بنعمل حاجات، بنحاول نخفف على الناس، بنحاول نخلي الناس مرتاحه بس. جميل. نقول السؤال اللي بعده. اكتر فيلم قريب لقلبك من دول؟ سر طريقه الاخفاء، اشاعه حب، واشاعه حب، ومعبود الجمال. لا هو سر طريقه الاخفاء نمره واحد. هقول لك ليه نمره واحد. هو اتقال. اتفضل. المخرج الأستاذ الجميل نيازي مصطفى لما جاء طلعت حرب بتاع بنك مصر، عمل استوديو مصر، جاب كم مخرج كده صغير ووداهم أوروبا عشان يتعلموا. فكل الناس راحت تتعلم الدراما، هو راح يتعلم الخدع وتعلمها وأتقنها. فلما جه عمل سلامة في خير، وعمل حاجات ريحاني الجميله، وعايشه لغايه النهارده بقالها 80 سنه وعايشه، لان فيلم مبدع ومتقن والناس كلها عامله حب وجمال. وبعدين عمل طريقه الاخفاء العاديه بتاعت كحلاوي وبشاره وكيم، بس الانتاج كان ضعيف جدا فعملها مش قوي. فقابلت رمسيس نجيب بيقول لي يا احمد حبيبي ده انا معذور فيك قوي. عايز ايه بدي يعني؟ قال لي أنا عندي قصة من قبل ما تتولد فيها سيرة الإخفة. طبعاً قصة جميلة ونياز مصطفى. ده كان عندك كام سنة وقتها؟ كان عندي 60، كان عندي 10. 10. وعايزين فصيح، مش لاقيين فصيح، جيت أنت سي فصيح. فقال لي فيلم حلو هتبقى أنت فصيح يعني. وحكى لي فيلم كده عجبني يعني، والخدع والحاجات دي، لان كنا سنه 60 مفيش تكنولوجيا ولا بتاع. ده النهارده حلو. ولسه الفيلم عايش لحد دلوقتي، ولسه الدور لحد دلوقتي جميل. زمن فني جميل. احنا طبعًا كنا بنعمل شغل حلو طبعا لله. كل لما بيجي الفيلم اساسا احنا بنتفرج عليه تاني يعني. فبيقول لي انا ما صدقت لقيتك، انت فصيح. فصيح. فعملت ونياز ومصطفى كنا قصه زمن فني جميل، كنا حلوين. شفتي هند رستم؟ عايزه طفل صغير تظهره وتبرزه باحلى حاجه. في حب، في ابداع، في يعني زي ما الفن جميل ده جميل لا يعوض طبعا. وهل الفن دلوقتي اتغير عن زمان؟ يعني حضرتك بتقول ان كان زمان ما بين الفنانين كان في حب وكل عايز يطلع وديلك مش مشكله وكبرك ويظهر. جميل عايز. طبعا انا اديتك مثال اهو على مدام الدروس واللي عملته معايا. يعني ما كانش بيفرق معاهم مين يطلع او مين اسمه الاول او مين هو اللي يظهر اكتر يعني في الافلام، صح؟ لما جه عمل فيلم انتاج كلمه شرف،
كانت مين الأول؟ كانت نيلي؟ لا مش نيلي. نيلي نور الشريف، فريد شوقي، رشدي أباظة، أحمد رمزي، أحمد مظهر. رغم إن هو اللي كان أدوار صغيرة جدا. أيوه البطولة بالرغم إن هو كان البطل وهو المنتج وهو المؤلف وهو كل شيء. فحكاية الاسم ولا أول ولا تاني دي مش مشكلة، المهم إن أنا أعمل حاجة تخربش في دماغ الناس. شايف دلوقتي إن الموضوع ده تغير شوية؟ رجع بازا فريد شوقي كان مكلمه قال له أنا عندي دور مخصوف أديه لك لأنه صغير قوي. قال له دور إيه؟ قال له الحكاية كذا 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 وأنت اللي هو اللي جاي تفتش. قال له أنا نفسي أعمل الدور ده، إيه رأيك بقى؟ وعملوه وما تكلموش الفلوس وحاجة كنا حاجة جميلة. اتفضلي. لكن دلوقتي اتغير الموضوع ده؟ دلوقتي المادة طغت والوقت والزحمة والسرعة المادة اللي اتغيرت ولا النفوس اللي اتغيرت؟ لا النفوس حلوة، احنا حلوين، مصريين حلوين قوي وشعب جميل. طب هقولك حاجة، خش اتفرج على اي برنامج بيتكلم ناس في الشارع تلاقي بيتكلموا ولا المعلقين الرياضيين ولا احسن ناس تفهم في السيمة ولا يعني انا بستغرب على الناس دي تتكلم ازاي كده. كان في ثقافة لغايه النهارده، يعني كان على النهارده. النهارده في ثقافه. على ايه بيتكلم؟ على الفن زي الفنانين، بيتكلم على الرياضه احسن من المعلقين. يعني بلاقي عمر الشريف واستعجبت من الناس. عمر الشريف طبعا والفنانين العظماء دول ويوسف وهبي يوسف بيه وهبي طبعا عميد المسرح. وشوفي بقى حلاوته ان جه كان بيمثل دراما وتراجيدي، قرص الاعتراف، راس بوسين، ما اعرفش ايه، بيوم افندي، حاجات دراميه. فلقى السوق او الوقت مش حلو. فطين عبد الوهاب قال له بقول لك ايه، تعالى نغير اللعبه شويه. فخلى بقى بصباص وكوميديان. حتى بعد ما عملنا شاعة حب عمل هو فيلم اعتراف الزوج برضه بصباصه. وكان بيضحكك ازاي بقى يوسف وهبي؟ يضحكني؟ لا هو اللي بيضحك على يوسف بيه وهبي. لا الضحك ككوميديا مش الضحك هو ان هو بنضحك عليه هو بصباص. بتحب الادوار دي اللي كان بيعمل؟ طبعا بموت فيه طبعا. من الادوار التراجيديه الجميله، عميل المسرح المصري للأدوار الهزلة اللي كان بيعملها، بس تلاقي ليها هادف عشان هو فنان كبير فقدر خرع على بيت بنته. فيعني ليها هادف، بيقول لك ما تعملش كده. فنان كبير قدر ان هو يعمل كل الشخصيات والتغيير ده. طبعا مش ده الجميل، وده لو انت بصيتي افلامي هتلاقي ده غير ده غير ده غير ده، شكل هنا غير هنا غير هنا غير هنا. وده اللي عنده لحاف او قماشه كبيره بيقدر يقطع منها زي ما عايز، بيقدر يقدم كل شيء. خلاص ناخد السؤال بقى، فنان قديم كنت بتحب تشوفه في ادوار الشر؟ زكي رستم، محمود المليجي، عادل ادهم. بصي بقى، زكي رستم راجل جميل جدا اولا وملاكم، ومثلت معاه فيلم اسمه انا وبناتي، قلت انا زومبا صار بقلب يجيب لهم حاجات، فقالوا لي المشهد ده هو هيضربك بالشلوت. قلت لهم انا اصوح ده يقولوا تقيل. لا انا هروح. لقيته قاعد في اوضه لوحده كده، قالت علي يا احمد يا حبيبي، لا انا عامل حسابي انا مش هلمسك خالص، بس هتبان ان انا ضربتك بالشلوت عشان الكوميديا. يعني لقيت راجل بيتكلم حلو بيفهم، فطبعا عجبني جدا وضربني بشغله بس ما لمسنيش. وبالنسبه لمين تاني؟ عادل ادهم والمليجي. لا المليجي ده اسطوره، ده انسان اسطوره، مثل بيه ومثل الدكتور الكبير ومثل المجرم ومثل الصايع، يعني بصراحه مع انه مش اكاديمي اخرس مش اكاديمي ومعاه ثانويه، بس بصراحه بيثقف نفسه وعمل شركة إنتاج اسمها الهلال الفضي، بصراحة بيعمل أفلام رهيبة، عفريت الليل، معرفش من الليل، من الشيطان، حاجات إيه ده؟
ايه النجوم دي؟ اهرام. طب ولو ان اهرام في مصر لو قلنا توفيق الدقي الا توفيق الدقي بمناسبه سر طائفه الفضاء اكاديمي مثلت معاه فيلمين بطوله كان لما احب كده اتثقف اروح لتوفيق الدقي كل اوضه اخش اقعد مع النجم يعني بالساعات يعني ببقى عندي صوره بديهه وظريف ودم خفيف بصراحه لقيت انسان عملاق فني واكاديمي وبعدين لقيته بيكلمني وانا طفل صغير ان الفن ده يعني رساله عطاء دائم موهبه لقيته بيعلمني بعض حاجات يعني نفعتني جدا زي الاستاذ الكبير اسماعيل ياسين علمني يعني ايه كوميديا ويعني ايه ابقى كوميديان يعني مثلا فيلم اسماعيل ياسين في السجن ده اول فيلم مثلته معاه مثلا انا واقف ساكت الناس كلها بتقول لي انت بتاكل الكاميرا او بتسرق الكاميرا ليه؟ لاني هزيت نفسي ما اعرفش عملت ايه هو ده اللي علموني اسماعيل ياسين الراجل البسيط الجميل المتواضع جدا ما ياكلش قبل ما ياكل كل الناس حتى هو ما ياكلش من اكلنا مع العمود عشان طبعا كان في الاربعينات والخمسينات فمعدته تعبانه وكده لازم ياكل كل الناس راجل جميل جدا الناس دي ما تفهميش كانوا بيجيبوا الكلام يعني الكلام الحلو ده ازاي سر نجاح النجوم دي والاعمال اللي لسه عايشه لحد دلوقتي انت بني الحب اللي كان موجود والتواضع اللي كان موجود بالظبط ما بين الحب اللي كان موضوع الموجود لبعضينا والتواضع وان انا بعمل حاجه انا بحب العمل وبحب العمل وبعمل حاجه تخلد تدرس بياخدوا فيها دكتوراه الحاجات القديمه دي فان انا وده زمن فن الجميل طب ما تيجي بقى نروح لفقره نفسي ونعرف اللي نفسك فيه بس بعد الفصل فقرة نفسي ايوه قبل الفاصل حضرتك قلت لي انا نفسي في حاجات كتير والله انا نفسي في حاجات كتير قوي طيب قبل بقى ما نروح وفي الايد مش في الشجره يعني وقبل ما نسال حضرتك عن اللي نفسك فيه دلوقتي لو اسالك لو معاك طاقيه لفه يبقى نفسك تعمل ايه نفسي اعمل ايه طاقيه اللفه دي لوحدها حدوته يا ريت ما احنا حرقناها في اخر هتعمل بيها ايه طيب على فكره امريكا كانت عايزه تعمل طاقيه لفه ثاني لما شافت الفيلم ده فقالوا طب ما هو في الاخر حرقوها طب نعمل بيها ايه ثاني لما انا عملت افلام مع هوان اللي بقول لك عليه عملت طاقيه طب لو رجعنا الزمن. الطاقيه دلوقتي وجبتها دلوقتي هتعمل بيها خير كل الخير الحمد لله كل الخير شخصيتي الحمد لله ملتزم متدين فهعمل بيها كل خير هساعد بيها كل واحد عايز محتاج نصف مساعده يا ريت هعمل بيها حاجه جميله قوي 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 هبقى طول النهار هايم في الشوارع كده محتاج اللي محتاج حاجه هوديها له صح هاخد من الاغنياء وادي فقراء انا ما عنديش حاجه اديها يعني هتعمل زي طاقيه لخفه يا ريت هعمل زي ادم الشرقاوي هتروح تاخد الفلوس برضو من الغني وتروح تدي طبعا طبعا لان احنا مفروض الغني فيه ذا كمال في حاجات تانية واحنا للاسف الغني قوي بينسى الموضوع ده يمكن احنا يا غلابه يا موظفين بنفتكر الكلام ده لكن هو بينسوه ويا ريت نفتكره في شهر رمضان شهر كريم شهر احسان بس الناس كانت وقتها شايفه انه ده بلطجه يعني ده مش هو مش بيعمل خير يعني هو لانه هو بياخد حاجه مش حقه فبيديها حتى لو هو بيعمل خير بيعمل بس الناس شايفاها ان هي بلطجه ودي مش حقه انه ياخد حاجه زي كده او زي ياخد الفلوس دي ما بتحسش فانا خليت تحسب القوه فقط طب مش هيبقى خياليه شويه الكلام ده طبعا. مش هيبقى نفسك بطاقيه لخفه ترجع للزمن الفن وتمثل وللنجوم الحلوين دول تاني الله يرحمهم ده كلهم ماتوا الله يرحمهم الله يرحمهم انا بقول لك ده زمن جميل وفات
لو قلنا برضو طاقية لخفة وديتها لحضرتك تحب مين من النجمات تتجوزها؟ تروح لها بقى وتقول لها أنا عايزة أتجوزك. على فكرة عايزة أقولك حاجة، أنا أصولي سعودية، أنا مراتي الثالثة دي متحجبة، وكل مراتي كلها لازم تكون متحجبة متدينة، بحبهم أو بختارهم لحسن دينهم، وإن أنا راجل كنت بشتغل في رئاسة الجمهورية ببات بسافر، فلازم مراتي يبقى راجل. يعني أنا قاعد معاكي دلوقتي ومراتي قاعدة في البيت، أنا ضامن إن لو أنا رايح بيتي ولقيت راجل خارج كده من بيتي مش هشوفه. بس إحنا لو قلنا فنانة يعني هي هتزعل؟ لا فنانة يمكن لا 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 هي كانت غير في الأول فهمتها يعني. أي لا كنت عايزة أتجوز مين بصراحة؟ هنرجع بقى بالزمن لو يا سلام على برلنتي يا عبد الحميد، برلنتي يا طلعتي المشير. طبعا الدلع كله. لا ده كده ذوقك حلو قوي. طيب توافق تركب كاميرات في البيت علشان تشوف اللي بيحصل في البيت؟ لا لا بقول لك انا ثقه 100 في مراتي. يعني تاخد طاقيه لخفه وما تركبش كاميرات؟ لا ما ركبش كاميرات. ما تركبش كاميرات لكن تحب طاقيه لخفه علشان نعمل فيها حاجه كده؟ مراتي انسانه ملتزمه طب متدينه، بنت ناس، بنت رجاله، ودي اهم حاجه كده. النسب ده مش بتتجوز واحده بس، انت بتاخد العيله كلها على بعضيها يعني. فبنت رجاله، أخوها كان المعرفة بيني وبينها كان صاحبي وصاحب إخواتي، فهو اللي قال لي هريحك والله يحفظها ويخليكم لبعض. هي كانت كبيرة في السن شوية لأن من نوع القفلة، فلما قلت لها أنا ما بخلفش وافقت على طول يعني. طب حضرتك ما كانش ليك نصيب في الإنجاب؟ لا ما فكرتش تتبنى أو كان نفسك إنك تتبنى؟ والله حضرتك ما فكرتش تتبنى أو كان نفسك تتبنى؟ للأسف لما اتجوزت الاثنين قبل كده ما كنتش مستقر. لما اتجوزت مراتي دي فوزية استقريت، جيت أحاول أعمل الحكاية دي التبني لا مش تبني، تكاف، لقيت نفسي أكبر من المفروض. وانت عارفة قوانين لازم الأب كذا والأم كذا، الأم كانت في المتناوب لكن أنا كنت أكبر، وحصل خير، وده اللي طلبه ربنا يعني اللي عايزه ربنا يعني. وعشان كده تملي انا بروح بقى على رحلات كتيره جدا الحمد لله، شرق وغرب وكل حته الحمد لله. لكن مؤثر فيك الموضوع ده؟ كان نفسك يبقى عندك طفل، كان نفسك يبقى عندك او يبقى في تكافل، او يعني الفرصه كانت تسمح لك بحاجه زي كده؟ انا مؤمن زي ما قلت لك الحمد لله برضه بقضاء الله، وراضي وسعيد الحمد لله، فما فيش حاجه مضايقاني. حتى قصه القامه ده وضعفي عن اي راجل في سني، بالعكس ده ميزه ربنا يخليك، هو ميزه. طب هو اللي ده في شغلي يا ستي، كان رؤسائي بيحبوني كابنهم، هو مرؤوسيني بيحبوني كابنهم، يعني شوف بقى الابن اغلى حاجه في الدنيا. طب لو كنت حضرتك نقيب للمهن التمثيليه، ايوه، ايه القرارات اللي كان نفسك تاخدها؟ بصراحه المهنه التمثيليه عملت اللي عليها، العيان بتوديه مستشفى بتعالجه، المريض بتشوفه، المتوفي بتكرمه وتدفنه. دي النقابة. لا هو ده، لا انا بقول لحضرتك ايه القرارات اللي حضرتك لو نقيب هتعملها؟ يمكن هضيف حته شويه ان انا راعي الناس اللي ما بتشتغلش. حتى هقول لك حاجه، يعني انا واحد ما بتشتغلش ممكن يكون ضعيف تمثيليا وعشان كده ما حدش بيجيبه، ده ممكن اخده اعمل له كورسات تنميه، اخليه يبقى ممثل جميل عظيم زي الفل. او تديله دور صغير مثلا؟ لا يعني هو انا كل اللي هعمله هعلمه غصب عن اي حد هيشوفه هيشغله. طب ما فكرتش حضرتك تاخد يعني تعمل كورسات لفنانين او حتى مواهب، يعني ناس عندهم مواهب؟ شباب بعمل اللي هو الشباب، ما انا بقول لك احنا والله حضرتك بتعمل دي ده بجيبهم ما عندهمش فكرة على التمثيل، بخلي بروفة اتنين تلاتة، بخليهم ممتازين بيطلعوا معايا في الفيلم اللي أنا بعمله، مثلا ظاهرة درامية يعني مسرحية، بيحسوا إن هما تغيروا مليون المليون يعني. هتاخدوني معاكم؟ نعم هتاخدوني معاكم؟ يا ريت يا فندم، دي شرف فينا. هتعلم التمثيل وأسيب الإعلام؟ لا الإعلام أهم، الإعلام حلو. الإعلام حلو جميل، إنك تبقي مع الناس متواصلة والناس شايفاكي وسعيدة بيكي، وانت سعيد وانا سعيد بيهم طبعا صراحة طبعا. طب لو قلت أمنية قبل النوم كل يوم تتمناها ويبقى نفسك تتحقق؟ هو حاجتين،
الستر والصحة الحمد لله، وربنا مديني الحمد لله الستر والصحة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طب ايه الحاجة اللي نفسك تحققها في حياتك؟ لا والله نفسي في حاجات كتير قوي، مش مال، مش غنى. ايه؟ ان انا امثل حاجات حلوة جميلة، وارجع التمثيل بقوة بأفلام. كنت بعمل مثلا 5-6 أفلام في السنة، اللهم صل على النبي، في أيام زمني وأنا صغنون، وكنت بتقن. والفيلم ده غير الفيلم ده غير الفيلم ده، زي ما قلت لساتك. إن أنا كمان أعلم الجيل ورايا، مش لازم أخش المعهد، نعرف فوق دماغنا وحبه وكل حاجة. وأنا لسه بقول لتوفيق الدين أكاديمي، وفرحان بيه عشان أكاديمي، عمنا إبراهيم أكاديمي. إن أنا أدي كورسات للشباب، ما باخدش منهم أجر. فنفسي أعمل حاجات كتير قوي، بس العمر بقى هو اللي أنا عجزت قوي. يعني ربنا يدي لحضرتك الصحة، وإحنا كمان بنتمنى نشوفك في عمل قريب، ونشوفك في حاجة جميلة تليق بيك وتليق بالعمر الجميل. اسمي. طبعا. طبعا. وشرفتني. وكل سنة وحضرتك طيب. وانا ما شبعتش الحقيقه من الحلقه دي، انا وصلت معاكم الحقيقه، يعني انا ما شبعتش من الحلقه دي، بس بقول لحضرتك شرفتني، وكل سنه وانت طيب. الشرف لي انا، وانا سعيد انك انت خليتيني اشوف معجبيني، ومعجبين يشوفوني، كل معجبينك مشتاقين انه يشوفوك. والله محتاجين. بقول لك الحته اللي عملتها صغيره في العائله، خد السوشيال ميديا ايه وانت فين وفين، قال لهم عرضوا طلب. الحمد لله. الحمد لله. شكرا يا فندم. انا اللي شكرا. اشكركم. السلام عليكم. انا اللي شكرا. انا اللي شكرا. خلصت حلقتنا، واستنوني بكره في حلقه جديده من حلقات المنسي مع ضيف جديد. اشوفكم على خير.